الاخرين صار بسبعه ايار لا عم يعني مثلا بثمانية ايار بالجبل وقت اللي تحركت النخوه الدرزيه وبقرار مش رسمي من وليد بيك جنبلاط الزعيم الدرزي اهل الدروز وقت شعروا بالخطر يدخل الى عقر دارون ايه وقفوا بوجه المسلحين اللي طالعين كانوا بدهم يقتحموا الجبل الدرزي وأدبونه كلنا بنعرف شو اللي صار ولكن خلينا نكون بهذا الإطار. طب شو رأيك نكون مؤدبين كمان سوا ما هيك؟ لا لا أكيد أنا حريص على الحل نكون على الرأي أكيد أكيد لا ما مش صحيح بسبعة أيار يا عيني يا روحي السكيور لو ما تدخل أستاذ أمين بري مع وليد بيك جنبلاط 82 شخص من النخبة بحزب الله يلي بيعتبروا حاله نخبة كانوا معتقلين لا مش صحيح حكي. تدخل مش الرئيس أمين بري مع وليد جنبلاط لا صحيح. فكوا الطوع عنه اللي صار شخص معروف واسمه معروف بحزب الله واستشهد كان طالع بسيارة على طريق شويفات حي السلم وتعرض لقذيفة أربجة ما كانوا بسبعة أيار حزب الله عم بيقاتل ما كان عم بيقاتل بيعين ورد حزب الله كان عم بيقاتل سيكيوري بلاس مش عارف شو صاير لسعد الحريري اللي على رأسه